الإدارة النبوية مع حاتم سفرجي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وصدورنا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقة متجددة من برنامجكم الإدارة النبوية، وحديث جميل عن الإدارة التربوية. لا شك أن الإدارة التربوية هي إدارة لابد أن تكون متواجدة معنا حتى في ذاتنا، أن نربي أنفسنا، أن نؤدب أنفسنا. فالتأديب والتربية وجهان لعملة واحدة، فلن يكون هناك تربية إذا لم يكن لنا قناعة بهذه التربية. فالتربية والأدب متوازيان، فكلما كانت هناك تربية حسنة كان هناك تأدب حسن. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يكرمنا بأحاديث كثيرة في هذا الشأن، فكان عندما يقول في حديثه: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا يعرفنا ويهدينا إلى تعريف وتربية أبنائنا على الشمائل المحمدية. إذا سألنا سؤال وقلنا: كم طفل عندكم أكثر من 8 سنين ويعرف الشمائل المحمدية أو السيرة النبوية؟ طبعا هنقول وكل طبعا، وتلاوة القرآن وحفظه، هذه كلها الأمور لابد أن نتقنها. لأنه يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث، شوفوا: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، مع إيه؟ مع أنبيائه وأصفيائه. يا سلام، لا يوجد شيء أجمل ولا أروع أنه نربي أولادنا على حفظ القرآن، ونقدر هذا القرآن، بل ونجعله فوق رؤوسنا. شيء مهم أنه نبدأ نشتغل على أنفسنا. تعالوا نشوف الحبيب صلى الله عليه وسلم مع ابن العباس رضي الله عنه. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. إحنا لما نقول لأولادنا: يا ولد اتق الله، يا ابني اتق الله، يقول لك: أنا بنتق الله قبل لا أشوف وجهك. يا إيه، إيش الأسلوب ده؟ لا، فين الحنكة؟ فين الحكمة؟ فين أنا ما أرتكب هذا الشيء؟ لما نقول أسلوب التربية النبوية، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا قط، ولم يسيء تعامل أحد قط، بل كان لديه ارتقاء في هذه التربية، ارتقاء. فالإنسان يكبر بأخلاقه لا بماله. وهنا يقول لك الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تغلقه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حينما يسأل يغضب. كثير من الناس لما أسألهم سؤال أو نطلب منهم حاجة أو دعم يغضب. لا، الله عز وجل ما يغضب. ليه ما يغضب؟ لأنه هو العزيز، هو الجميل. فأنا أعلم أولادي على هذا الحب الرباني. تعالوا نشوف قصة جميلة. يقول إنسان قال: يا رب اعطيني سأعمر مسجدا. قال له إنسان ساخر: من أين لك أن تكون غنيا؟ قال: هذا شيء من سبع المستحيلات. قال له: هل أنت أكرم من الله عز وجل؟ فقال له: لا، الإنسان متواضع فقير، أكسب قوتي من أتعب يومي. طبعا فاشترى هناك مولدات كهربائية طبعا للمشروع حقه ونشتغل، فبدأ يجمع فلوس وبدأ يشتري المولدات الكهربائية
واحدة بواحدة بواحدة بواحدة. هنا الأخلاق، شوفوا الكرم، التربية، التربية جعله إيه يعمل، يبدأ يوفر، ما رد عليه بالتو اللحظة، لكن أثبت له أنه قادر على صنع المستحيلات، قادر على يكون شيء جديد وجميل في حياتنا، قادر أنه يضع بصمته. فالتربية يعني أنا سميها فن، التربية فن. في أصول التربية احترام شخصية الطفل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء غلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد هذه الناحية في الحج. قال: فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا غلام، زودك الله التقوى، ووجهك الخير، وكفاك الهم. شوفوا العظمة النبوية والأدب في التربية والتجهيز. احترم النبي، احترمه، قدر النبي قدره. فإحنا لازم نحترم شخصية الطفل. أما إنه طفل نبدأ نقول له يا غبي يا مش عارف، لا، نحترمه. شوفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكبير والصغير، فقال: إني أريد هذه الناحية في الحج. قال: فمشى معه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، زودك الله بالتقوى، ووجهك الخير، وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إليه وقال: يا غلام، قبل الله حجك وكفر ذنبك وأخلف نفقتك. يا الله يا الله، شوفوا هذه التربية النبوية الجميلة. يعني لو واحد دحين طفل صغير يقول نبغى نروح معكم الحج أو نروح مشوار أو العمرة، أنت صغير، لا، لم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل له الرسول صلى الله عليه وسلم حاجزا بينه وبين هذا الصغير. فالتعليم هنا خير من التعنيف. طفل بيسأل الحج، شايفين؟ بيسأل الحج. فإن علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. شوفوا، علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. فهذا أخرجه الحارث عن أبي هريرة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرفق في الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. إذن حتى الجمال في التربية بالرفق واللين، الجمال بالأسلوب. فأنا لما أربي لابد يكون عندي محبة أطفال واحترامهم جزء أساسي من هذه التربية. تعالوا نشوف حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أنني فرغت من خدمتي قلت: يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نائم الآن رسول الله؟ يقيل، أي من قال يقيل، نام بعد العصر. فخرجت إلى صبيان يلعبون، قال: فجئت أنظر للعبهم، فقال فجأة النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على الصبيان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له، فذهبت فيها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حتى أتيته، واحتسبت عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه. فلما أتيت قالت: ما حبسك؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: هو سر رسول الله. فقالت أمه: فاحفظ على رسول الله سره. فقال ثابت: قال لي: يا أنس، لو حدثت فيه أحد من الناس أو لو كنت محدثا أحدا به لحدثتك به يا ثابت. فإذن حتى السر اللي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم احترمه، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم احترمه. فاحترام الأطفال وتقديرهم وعلو همتهم والرقي بشأنهم، هذا هو التربية الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. اللهم أحسن تأديبنا وأحسن تربيتنا. اللهم يا الله اجعلنا ممن تربوا بأسرارك وأنوارك
وسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإدارة النبوية مع حاتم سفرجي.